السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بتقدم لكم الكونفيتير بالليمون. ان شاء الله راه المقادير ديالو سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اليكم المقادير على بركة الله. كنحتاج 2.5 كيلو الليمون قشر كي كتشوفوا معايا، هانتوما بحال هكا، تشدوا الليمون توصلوه مزيان وتقشروه وتخليوه بحال هكا. كنحتاجو 2 كيلو سنيله. مكونات بسيط وسهلين، 2 مكونات تحصلوا على كونفيتير بجوده عاليه وبدون مواد حافظه وصحه للاطفال ديالكم، وغادي ان شاء الله يعجبكم يعجب الوليدات ديالكم. دابا اللي بغيت ناكد لكم عليه هو 2 كيلو الليمون ونص، 2 كيلو سنيده باش ما يجيكمش حلو بزاف. باش نقول لكم 2 على 2 ما غايجيكم حلو بزاف الكوفيتير. اللهم ديروا 2.5 كيلو الليمون في 2 كيلو سنيده، ان شاء الله راه غادي يجيكم بجوده عاليه. غير تابعوا معايا المقادير ان شاء الله وغادي تحصلوا على النتيجه اللي كنحصل عليها انايا على بركه الله. دابا غادي نشدو الليمون غنقطعوه شرائح كي كتشوفوا معايا، كنزولوا منه الى صنا شي حاجه بحال هاد العظيمات هكا، نحيدوهم نزولوهم منخليهمش حيت هما مرين. صافي كناخدو الليمون بحال هكا، نستمرو في التقطيع ديال الليمون حتى يعمر الكاس ديال المونيكس، وغادي نطحنوه. وكنحتاجو ملي كنبغيو نطحنوه ما كنطحنوش بوحدو، هانتوما غير تابعو معايا وغادي تشوفوا طريقة الاستعمال ديال هاد الليمون كيفاش غادي نطحنوه. نزول منو كاع حد العظيمات هايو، صافي غنزيد واحد البرتقالة أخرى كي كتشوفوا معايا هكا. صافي دابا نكتفي بهذا القدر هذا باش ما ملي نطحن ما يفتش ليا الكاس ديال المونينيكس. كنرافقو بكاس الماء، كل كاس المونينيكس الليمون كنرافقو بكاس الماء. غير تبعوا معايا شي كاس ديال الماء يكون كبير ديال الماء باش كتشربوا الماء يكون ما عامرش بزاف. صافي هكا دابا غادي نمشيو نطحنو حتى يتطحن جيدا. دابا غادي نستمروا في نفس الطريقه حتى نكملوا الليمون ديالنا. يلا تابعوا معايا على بركه الله. نتوما كي كتشوفوا معايا نطحنوا جيدا. كنكتفي بهذا القدر هذا، كيتطحن حتى كيولي بحال الشكل ديال العصير. دابا غادي نكبوه في واحد طنجرة الضغط. يلا غير تابعوا معايا، غادي ان شاء الله حتى النهاية. هانتوما كي كتشوفوا معايا غادي نصب الخليط ديالنا في واحد طنجرة ديال الضغط، وغادي نستمر في نفس طريقة حتى نكمل هاد الليمون هذا. بعد ما خلصت الكمية ديالي منها كي كتشوفو الخليط ديالنا، شتي الخليط مطحون مزيان، شتي دابا غادي نصب سنيدة 2 كيلو سنيدة كيف تشوفوا معايا
جوج كيلو سنينة كنصبهم هانتوما. تبعوا معايا الطريقة وإن شاء الله غادي تحصلوا على مربى رائع وجودة عالية وبثمن قليل وكمية كثيرة. صحي بدون مواد حافظة الإنسان الحاجة اللي كيديرها بيدي كيعرف أشنو دير فيها شي حاجة ما عارفش باش كتصايبة. هانتوما كتشوفو معايا دابا غادي نشعل عليه النار متوسطة ما تغطيوش طنجرة الضغط خليوها غير هكا عادية غير مبلا قطايا بلا والو تبقاو تشوفو وتبقاو مستمرين في التحريك هادي هي المهمة ديالكم اللي غديروها مع الكوزيني غير تستمرو في التحريك باش ما يتحرقش ليكم وتابعو معنا حتى النهاية إن شاء الله وغادي تشوفو النتيجة كيفاش غادي تطلع. هاهي دابا رديتها على نار مهيلة كي كتشوفو معايا متوسطة دابا نستمر التحريك حتى تذوب السميدة اللي صبينا على الخليط ديالنا أو عصير الليمون شتي كي غيولي لون رائع جدا. صافي غنستمرو هكاك حتى تذوب السميدة ديالنا وبدا كيطبخ وكنقص عليه البوطة مهيلة بزاف النار ديالنا فهمتي. والصلاة على النبي إن شاء الله وغادي تحصلوا على نتيجة رائعة إن شاء الله يا ربي. غير تبعوا الطريقة اللي عطيتكم وإن شاء الله غادي تحصلوا على النتيجة اللي كنحصل عليها أنايا وتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. هانتوما كي كتشوفوا معنا حنا قربنا ناخذوا النتيجة اللي كنجينا هانتوما كي كتشوفوا معنا هاو الكونفيتير قرب يطيب غادي لمدة شي 10 دقائق وغادي إن شاء الله نطفي عليه. غير هو ملي غادي نطفيو عليه غناخد واحد قياس قليل ديال الكونفيتير يكون قد هكا وناخدو في شي طبيسيل ولا جبانية ولا شي إناء وغادي نديرو في التلاجة حتى نشوف واش طاب مزيان ولا لا ياك ما يقدر يولي سكري واللي ما طايبش مزيان ديك الساعة اللي غادي نشوفوه واش طاب ولا لا حتى نديروه في التلاجة ونشوفوه واش طاب مزيان ولا لا. دابا غادي نخليوه دابا علاش حنا نخلينو دابا باش نحصلو على اللون اللي بغينا. دابا لا بغيتي يبقى بيتي الكونفيتير يبقى ديالك غير تكتفي بهذا اللون هذا صافي طفي عليه راه طاب. دابا انا بغيت يكون شويه اللون غمق من هكا غنخليه حتى نحصل على اللون اللي بغيت. ودابا شوفوا النتيجه النهائيه ديال الكونفيتير ديالنا واللون اللي غادي نحصل عليه. هانتوما كي كتشوفوا دابا راه بقات لي غير شي 10 دقائق وغادي يطيب ان شاء الله تابعوا معنا. ها النتيجه ديال الكوفيتير ديالنا بعد ما طاب واللون اللي بغيت تحصل عليه هو هذا. هانتوما كي كتشوفوا معايا غير هو خصكم ملي يقرب يطيب خصكم تستمروا في التحريك باش ما يتحرقش ليكم. هانتوما كي كتشوفوا كوفيتير رائع جدا. السر ديال هاد الكوفيتير باش يصدق لكم الكوفيتير ديالكم هو ملي يطيب غتسقيوه بواحد الكاس ديال الماء حتى تاخذوا اللون اللي بغيتو حتى يطيب غديروا كاس ديال الماء تخويوه في النهايه ديال الكوفيتير ملي يطيب. دابا غادي نصب انا هاد الكاس ديال الماء على الكوفيتير ديالي هانتوما كي كتشوفوا صافي صافي هذا هو السر ديال الا بغيتي يصدق لك الكونفيتير وتحصل على نتيجه زوينه ورائعه كي هذه. هانتوما كتشوفوا معايا
انتما. دابا غير تخليه حتى يغلي صافي وطفي عليه. دابا غادي نطفيو عليه النار ونخليه حتى يبرد ونصبو شي قريعات زجاجيه باش يبقاو يحافظوا عليه ونديروه في الثلاجة. دابا نخليوه حتى يبرد. الكوفيتير بعد ما طاب معنا النتيجة كيحصل عليها نتيجة رائعة كيف تشوفوا هانتوما هانتوما بسم الله. دابا نعمرو شوفوا اللون ديالو زوين. دابا كنعمر فيه انا باقي شويه سخون. دابا غنديرو في الثلاجه غيبرد وغادي نستعملوه للاكل. هانتوما مكونات بساط كتعطيكم نتيجة زوينة وكتعطيكم كمية بكثرة. انتما كي كتشوفوا معايا الكمية تبارك الله كثيرة والمكونات بساط وموجودين في كل بيت. الإنسان كيحصل على نتيجة زوينة وكمية تبارك الله كثيرة وبثمن مناسب. وبدون مواد حافظة هانتوما كي كتشوفو معايا وبالصحة والراحة. ونتمنى ان شاء الله تتبعوا غير المقادير وتتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتحصلوا على نفس النتيجة اللي حصلت عليها انايا. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لايك وابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. وبالصحة والراحة والسلام عليكم.